على الصورة شبيبة القبائل كما قالت قبل قليل زميلة جبهة طبعا. ولما تكون حكم في درايلي من رابطة باتنا يساعده كل من بوعلام كشيدة. وستنطلق المباراة قلت بعد قليل مباراة الذهاب بالنسبة للبطولة، فاز فيها شبيبة القبائل هناك بعاصمة الزيانيين. سيكون طبعا في الانتظار با اول كرة والخطر والكرة احمد كروم، امكانيات كبيرة، امكانيات بدنية. دوني لافان اعطى الفرصة للعديد من الشباب. نحو بولحيا بالصدر، وصل لي بن سايح، انطلاقة من هناك، يدخل منطقة العمليات بولحيا وفي وضع التسلل. وضع التسلل اعادة، لا 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 لا، لو نعاود نشوفوها ما فيش وضع التسلل. هاي كرة ثابتة في العمق، هذا بلمسهاش الهوادي طويل، لا متقدمة قليلا. رغم ذلك هاو فريق شباب او شبيبة القبائل تصويبة من بعيد، ولكن في النصف النهائي هذا الثاني. هاي كرة ممتازة، الترويض الكونترول. اي 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 اي، لو لاعب يكون اكثر فنيات كان يقتل الكرة في القدم نتاعو في رجله، راحت الكرة. وإلا التوزيع كان جميلة جدا من الطبال أو لطويل، عالية 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 التسرع. ما كانش الكرة يوصل على الجهة اليمنى، تروح للطبال يرفع راسه، ممتازة. يا 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 داخلها التصويبة من بعيد، ولكن بعيدة 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 بعيدة، كان من بن عبد تصويبة من بعيد. أوي 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 أوي، أحسن ما فعل، عنده يسارية. وليد بن شريفة في بداية الموسم كان من المسرحين، قوية، أجمل اللقطات في الشوط الأول منها كانت عالية بمتر. الكرة لشبيبة في وسط الدفاع، هل في عودة؟ لا، التصويبة. جانبية جانبية، كنت نقول إلا إذا حدث شيء في هذه المرحلة وفي الدقائق الأخيرة. مباشرة استقبلها بالقدم اليسرى وتروح جانبية على القائم الأيسر للحارس. أبانا مرتين الآن، الطبال راح يصوب ربما القدم اليسرى. يا 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 يا، بعيدة، عارف شوفي، وكأنه راح نشاهد، شوف هنا يدخل منطقة ثم رأسية. نعم، لكن يبدو أنه كان مسيطر على الموقف. شوفوا هنا، نعم الكرة كانت بعيدة بعيدة، ولكن دقيقة الوقت الإضافي انتهت. رأسية، ضع 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 في الشوط الأول هذا برأسية ممتازة، ولكن كان فوق العارضة للحارس كوفي، أو عفوا سوفي كمان. هكذا سينهي حكم اللقاء السيد عبد الإله إبرير. نعم، نهاية الشوط الأول بصفر مقابل صفر في النهائي الثاني لكأس الرابطة المحترفة. شكرا لكم على إبرير. يطلق الصافرة لكرة الجهة اليمنى لصالح حلوي، حذر من الكرة أيمن عدتو إلى الكرة بسرعة ممتازة ممتازة. ضعت 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 ضعت، الكاس كانت بعيدة، راح نشاهدوها. شوف الانطلاق على الجهة اليسرى من بن سايح، شوف يعني أحسن ما فعل لعبها كما يجب. هذه الكرة لعبها في الزاوية البعيدة للحارس التمساني كمال سوفي، وتروح جانبية. أول فرصة حقيقية في شنيت، تروح لبلعريبي، طوب 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 التصويبة. رقم 46 الشاب، شوف خلاولو المتسع ايضا من الوقت، وايضا يخرج يظهر لي حمرون ياخذ مكان مشعيره، يراوغ مشعيره، يوصلها لي بن سايح. يدخل منطقه العمليات، المراوغه الاولى ثم الثانيه. يبقى الخطر يبقى الخطر، هاي كره للطبال، راح يسوي الطبال، راح يسوي بو 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 بو. الهدف الاول، الهدف الاول
قبال يبدأ باب التسجيل والشفرة التلمسانية في هذه الدقيقة 61 بعد محاولة أولى تدخل الدفاع، ولكن في المرة الثانية الطبال يتمكن من فتح باب التسجيل لصالح الشبيبة المتفوق الآن بهدف من قبل صفر بعد مرور 61 دقيقة من عمر المباراة. الآن وداد تلمسان، هاي الإعادة، هاو الطبال يراوغ المرة الأولى ثم الثانية مباشرة في الشباك، ما أغلقش عليه كما ينبغي، يعني يظهر لي أنه بالعريبي ما لعبش بالطريقة المدافع وهو ليس بمدافع. 14 ضد 14، الأرقام هاي مراوغة الأولى ثم الثانية، بابا صعبة 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 هذه الكرة الأرضية، متأخر متأخر جدا ويدي القادم، خروج طريقة اللعب أيضا يتمتع بوط، هاي كرة أرضية تصويبة ربما أرضية ضعيفة 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 جدا. هاي في العمق الرأس أو اليسرى وتروح لخمسة أو إلى حاولة الإنسان، تروح على الجهة اليمنى لكوسيدة بالقدم اليسرى، يرفع رأسه ويدخل عملية التصويب، أحسن لقطة أحسن لقطة في هذه المواجهة وهذه المباراة، دغموم وعمورة بهذه الكيفية، شوف ياخذ وقته اليوب دوبل كونتاكت يدخل بين لاعبين والتصويب، ولكن التغطية للزاوية من لوصيف كانت ممتازة أو من سوفي عفوا، قول فارس نشأة كرة عالية هي الرابعة، ولكن هي خطيرة، هاي خطيرة هاي خطيرة هاي خطيرة، كان ديال اليسرى ورفع راسه يهدي الشبيبة لصالح المجموعة، هاو نشاط سيعلن فعلا يعلن نهاية المباراة وتأهل شبيبة القبائل إلى النهائي الأول في هذا الموسم، ننتظر طبعا النهائي أمام كوتون سبور والتأهل إلى النهائي كأس الكاف أمام وداد تلمسان الذي الآن سيعود إلى الديار وهو يفكر فقط في كيف إنقاذ هذا الموسم الرياضي. شكرا على المتابعة، كان معكم سامي نور الدين معلق الرياضي، نلتقي في فرصة أخرى بحول الله. ليلى بن فرحات الآن مع تحليل وقع هذه المواجهة. شكرا سامي نور الدين، مشاهدينا الكرام تحية طيبة متجددة، دعوني فقط أقول كلمة